كنت ماسك مسؤولية البيت يعني الأخوة والأخوات. المهم ف يعني أنت من زمان مدير إنتاج مدير إنتاج البيت. إيه بالضبط. فكنت أنا أروح مثلاً أسوي شوبينج، أسوق، أجيب لحم، أجيب مدري شنو خضرة ما أعرف إيش. أيام ال يعني عطلة المدارس أروح أشتغل. ها إيه أشتغل طبعاً. شو اشتغل؟ كل شيء اشتغلت. مثل يعني أي شيء شنو اللي يجيب بالك أنا مشتغل. والله ما خليت شغله ما يعني احنا كنا جيل نشتغل اي شيء ما يهمنا يعني نوع العمل شنو. أي. اهم شيء تقدم أهم عمل اهم شيء تقدم عمل وتاخذ اجر حتى تكفي نفسك وتكفي الاخرين. تقدر احنا تبيني ثلاث شغلات اشتغلتها؟ اي طبعا اشتغلت نجار، اشتغلت حداد، اشتغلت فيتر. ثلاثه كافي. كافي. اصعب وحده؟ اصعب وحده العمال. اشتغلت بالعمال. اي يعني كنا نصعد طابوق بايدينا ونشيل اسمنت على ظهورنا والرمل والمدري شنو. قد عمرك؟ يعني ايام المراهقه وهيك شيء. ايه. يعني صغير. ايه. يعني كنت يعني تعرف انت هذا العمر نشط وحرك وضعيف. ايه. بس عندك قوه. صح. اي فكنا نشتغل يعني نشتغل حتى نجيب فلوس وبعدين احنا نساعد نفسنا ونساعد اهلنا خصوصا زي. كانت الرواتب يعني قليله وابونا ما يلحق يعني احنا عائله كبيره يعني بصراحه فكنا نساعد فيما بعضنا يعني ناس الشيء حلو ناس. هذا كلش مهم. نعم. بس انا اريد اعرف بالابتدائيه. ايه. انت مدرستك وين كانت؟ مدرسه العروبه كانت في منطقه بالبياع. بالبياع. البياع منطقه يعني خلينا نقول شعبيه. اي شلون كان اياد؟ والله انا اتخيل شكلك هسه وانت طفل كنت يعني رشيق كنت لو رشيق وحلو. ايه. يعني شكلي لطيف. بس كنت وكح. وكح يعني اي وكح يعني كنا يعني جروب احنا كنا ثلاثه واربعه اثنين هنود واني وبعد صديق وياي ذولا تبعيه هنديه ابوهم هندي يعني من بقايا كانت الانجليزي اللي جوي الانجليز. اي فذولا اصدقائي سمير وامير زين واني وكان ولد يعني وياي اسمه سامر الربيعي صديقي جدا لحد الان. اي فاحنا كنا اربعه عباره عن تشكيله يعني شو نسميها متنوعه الصاعقه يعني. اي اي فاي شيء اي مشكله احنا تلقانا. شنو نشاطاتكم كانت؟ مشكلتشيه. اي اذا اي واحد يعني واحد طخ ذاك امير لو سمير لو سامي لو الي اعتبره ذاك يعني انقرع عليه السلام. اذا كانوا عشرة وكان واحد نفس الشيء. اي فكانوا يتشافون يعني شرق. عصابه انتم. اي عصابه. اي بالضبط عصابه. زين كنا اربع يعني كلش مشكل شيء. هاي من يا مرحله بلشتوا يعني الابتدائيه صف. ايه. ثالث رابع خامس بعدين من اجوا اخوتي للمدرسه. لا يعني صرت مثل شو اسمي يعني شلون جاد فادر يعني. ايه. حاميهم يعني. ايه. اي واحد حارس لهم. ايه حارس لهم اي مشكله يجوني حتى شوف كان اهتمام المعلمين بهذا الجانب يحسسوك انت بقيمتك يجي يقول لك مثلا اخوك هذا هيك وكذا يحتاج لك كذا مثلا بدرس الرياضيات مو تمام. ايه. بس بدرس الفلان كل زين فحاولوا يعني يحسسك انت بالابوه وانت بعدك بسن صغير حلو يعني انا بخامس او سادس مسؤوليه طبعا. ايه. يحكوا وياك كاب